يشارك وفد شعبة البرلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال فخرو في اجتماعات الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر انعقادها خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر بمدينة جنيف السويسرية. وسيشارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ومنتدى البرلمانات ومشروع حرية المرأة في المشاركة في العمليات السياسية ودور البرلمان في منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. وللحديث أكثر عن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية 35 بعد 100 معنا النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة جميلة سلمان، أهلا بك. وما هي أهم الموضوعات التي تم طرحها خلال اجتماعات الجمعية للاتحاد البرلماني الدولي؟ أهلا وسهلا. اليوم طبعا بدأت أعمال الجمعية، وشارك وفد البحرين في الاجتماعات التنسيقية. وأول اجتماع شارك فيه الوفد هو الاجتماع التنسيقي الخليجي، وبإذن الله اليوم أيضا سنشارك في اتحاد مجالس الدول الأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع التنسيقي للبرلمان العربي، وأيضا الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الأسيوية. كون مملكة البحرين عضو في جميع هذه الاتحادات، وذلك من أجل تنسيق المواقف بشأن القضايا والقرارات التي ستطرح على جدول أعمال الجمعية للبرلمان الدولي. هناك في طبعا بنود طارئة تطرح على جدول أعمال البرلمان الدولي، ومنها ما يتعلق في الوضع في حلب، وأيضا بالنسبة إلى قانون جاسة، وهذه طبعا من البنود الطارئة. وهذه الاجتماعات من أجل تنسيق المواقف العربية والأسيوية والخليجية بشأن هذه البنود. نعم أستاذة جميلة، نعم. ما أهمية وجود وفد الشعب البرلمانية البحريني في هذا الاجتماع؟ يعني كيف يمكن أن تخدم هذه المشاركة الدبلوماسية البرلمانية البحرينية؟ طبعا يعني الدبلوماسية البرلمانية هي تتشارك وتتكامل مع الدبلوماسية الرسمية، فلا بد من أن تكون هناك جهود دبلوماسية برلمانية، وذلك عبر بناء اللقاءات طبعا في المحافل الدولية. هذه جدا مهمة، وأيضا يعني أهميتها تكمن في أن إحنا ننسق المواقف في القرارات، ليس فقط على مستوى البرلمان الدولي، وأيضا في المحافل الأخرى منها طبعا الاقتصادية، لأن ندرك نحن بأن البرلمانيين أو السلطة التشريعية في كل دول العالم هي لها دور كبير في رسم السياسات الخارجية بين الدول بعضها بعض، لأن البرلمانيين لهم تأثير في سياسات بلدانهم، وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، منها العلاقات الاقتصادية، العلاقات الدبلوماسية، والعلاقات الأخرى. بالإضافة أن هذه المشاركة أيضا يعني فرصة جيدة لتبادل الخبرات مع الدول المشاركة، وخصوصا في المجال التشريعي، وأيضا على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، لأن تطرح في هذه الاجتماعات مواضيع مختلفة، منها ما يتعلق بحقوق المرأة، منها ما يتعلق بحقوق الإنسان، منها ما يتعلق بالسياسة الدولية، وأيضا ما يتعلق بالاقتصاد. فهذه فرصة جيدة للبرلمانيين، من خلالها يتبادلون الأفكار، وخصوصا بأن القرارات التي تخرج من هذه الاجتماعات ممكن الاستفادة منها في التشريعات التي ستعدل في المستقبل، أو التي يعني ستصاغ في المستقبل. نعم السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.